الطبيعة البرية معك. في هذه الحلقة سأعرض لكم أكبر 100 وحش نهري تم اصطياده. وحش الأمازون. يحوي الأمازون بالفعل عدداً كبيراً من الوحوش الرهيبة والمختلفة جداً، لكنني لم أرى شيئاً كهذا من قبل. كان الصيادون يفعلون نشاطهم المفضل عندما اصطادوا شيئاً كبيراً. بداية ظنوا أنه تمساح، لكن في وقت لاحق بدأوا في رؤية صورة ظلية لسمكة من الماء. تبادلوا النظرات على عجل واستمروا في سحب السمكة إلى الأرض الجافة. كما يقولون، كل الأشياء صعبة قبل أن تكون سهلة. لقد فوجئوا حقاً عندما رأوا هذه السمكة أو الثعبان أمامهم. كان المخلوق ببساطة فظيعاً، وأوضحت الأسنان العملاقة أنها التهمت أكثر من 1000 كائن نهري آخر. ولم تذكر مجموعة الصيادين ما هو بالضبط، لكن إذا حكمنا من خلال صورتهم فأقول أنه ثعبان. ماذا تعتقد؟ هل هذا حقيقي؟ وإذا كان كذلك، ما هو هذا المخلوق؟ أخبرني رأيك في التعليقات. التمساح الوحش. هناك مثل هذه المصيدات العفوية عندما تلتقط شيئاً لا تعرف حتى ما تتوقعه. أحياناً لا يكون المصيد معروفاً فحسب، بل يكون أيضاً معنى نشاطك. لذلك تمكن الصيادون من أستراليا من اصطياد تمساح وحش حقيقي، حيث اصطادوه لمدة 8 سنوات. هذا المفترس الذي يبلغ وزنه 600 كيلوغرام جعل حياة الناس والحيوانات أصعب في أستراليا ل50 عام تقريباً. في البداية تعايش المفترس ببساطة مع الناس ولم يظهر نفسه، لكن مع مرور الوقت بدأ يصبح وقحاً ويقترب أكثر من المناطق المأهولة بالسكان. وفي مرحلة ما صادف أن لاحظ الناس ذيلاً أسوداً عملاقاً يغوص تحت الماء أمامهم مباشرة على مسافة بضع عشرات من الأقدام من المنزل. كانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير، فقرر جميع السكان القبض على الوحش. مرت 8 سنوات منذ العملية الأولى وأخيراً قبض عليه. بعد القبض عليه تم نقله إلى مزرعة التماسيح، حيث يوجد كل الظروف اللازمة لحياة سعيدة. سيشعر بالارتياح ولن يتداخل مع الآخرين. المهاشر الذهبي. سأتحدث عن سمكة لا يستطيع صيدها إلا الصيادون الأكثر خبرة في العالم. إن هذا هو المهاشر الذهبي، أو كما يطلق عليه أيضاً نمر النهر. إذا كان الصيد هواية بسيطة بالنسبة لك، تعطيك مشاعر إيجابية وتسمح لك بالحصول على راحة طبيعية، فإن اصطياد المهاشر الذهبي سيغير حالة الأشياء. بعد كل شيء في هذه الحالة، فإن أي صيد ليس أكثر من منافسة حقيقية مع الطبيعة واختبار للقوة. أمامك واحدة من أكبر الأسماك في أنهار سلسلة جبال الهيمالايا، وواحدة من أكبر الأسماك بين عائلة الكارب. تزن هذه الأسماك 50 كيلوغرام أو أكثر، وطولها يصل ل3 أمتار. لكن إن هذا المخلوق الكبير يسمى نميراً ليس بسبب حجمه، بل بسبب لونه. الأمر كله يتعلق بقوة العقل والجسم المذهلة. هذه الأسماك لا تستسلم أبداً دون قتال، مهما كان الوضع يائساً. سيكون الأمر غريباً لو كان خلاف ذلك. بعد كل شيء، يعيش هذا المخلوق في ظروف صعبة للغاية، كما أنه يتكيف مع شيء قد تموت منه أي سمكة أخرى على الفور. مثلاً تسبح هذه المخلوقات المعجزة إلى ارتفاع 2500 متر أعلى النهر. يمكنها العيش عند درجة حرارة زائد 13 درجة مئوية وعند زائد 30 درجة. نمر النهر يتغذى جيداً، فهو يأكل كل شيء في الأفق. أولاً يقوم بشفطها مثل المكنسة الكهربائية، ثم يمضغها بأسنان بلعومية خاصة. حسناً، وحش النهر التالي مدهش أيضاً. هذه هي سمكة الرئة الكوينزلاندية. تعلمت تنفس الهواء لتبقى في الأنهار الموحلة. في الواقع هذه سمكة ذات رئتين تصدم وتثير إعجاب العلماء من جميع أنحاء العالم. كنت سأتعلم التنفس تحت الماء لو بقيت لأكثر من 380 مليون سنة. نعم، هذه المدة التي وجدت فيها هذه السمكة. ولكي تتقدم قليلاً على أنفسنا، دعونا نوضح خصوصيتها. لا تمتلك هذه السمكة رئتين، لكن هذه السمكة المميزة لديها مثانة سباحة معدلة. في الأسماك العادية تكون المسؤولة عن وضع الجسم بالماء، وفي أسماك مثل هذه السمكة فإنها مليئة بسخاء بالشعيرات الدموية، وبمساعدتها تبتلع الهواء الجوي وتمتص الشعيرات الدموية الأكسجين في الدم. كل شيء يعمل بالضبط نفس الشيء بالنسبة لنا. هل تعرف ما المشترك أيضا بينها وبيننا؟ الحجم.
يمكن أن يصل طول السمكة إلى 170 سنتيمتراً وتزن حوالي 40 كيلوغرام. وبفضل هذه القدرات والميزة الغير عادية استقرت حيث لا يوجد سوى القليل من المنافسين نسبياً. تسبح بمفردها وتتغذى على النباتات أو الرخويات أو القشريات، تنبثق كل ساعة تقريباً لتأخذ نفساً جديداً من الهواء النقي. وبهذه الحال تمر 50 أو 100 سنة من حياة السمكة ببطء وثقة. الكارب السيامي العملاق. يسكن سمك الشبوط العملاق هذا في أنهار ماي كلونغ وميكونغ وتشاو فريا في الهند الصينية. يعيش بالمياه الضحلة ويعتبر من أكبر أسماك المياه العذبة. واجه الناس أفرادا منه يزيد طولها عن متر ونصف ويصل وزنها ل 45 كيلوغرام. بعض الصيادين ذكروا أن ما هو معروف للعلماء كان محض هراء. مثلاً واجهوا شخصياً سمكة شبوط سيامية عملاقة يبلغ طولها 3 أمتار ووزنها حوالي 300 كيلوغرام. على أي حال أصبح من الواضح للجميع أن هذا مخلوق كبير جداً، كما أنه أيضاً مغطى بالقشور. والقشور لها لون مختلف يتراوح من الأزرق والأخضر للبرونزي. الفم كبير ويقع في أسفل الرأس. إنه مهيئ بشكل مثالي للبحث عن الطعام في القيعان الموحلة. بالحديث عن الغذاء والتغذية، الكرب السيامي العملاق آكل نهم. النباتات والقشريات والحيوانات الأخرى يحب كل شيء. إذا تجرأ شخص ما فجأة على تحدي سمك السيامي سيكون ذلك انتصارا سهلا لمخلوقنا الكبير. بعد كل شيء ذيله الضخم هو وسيلة فعالة للغاية وفي نفس الوقت قوية بشكل لا يصدق للحماية ضد أي عدو. ولهذا بالمناسبة يعتبر هذا العملاق فريسة صعبة للغاية للصيادين. هنا يتم الجمع بين التصرف العدواني ومجموعة من الطاقة بشكل مثالي مع سلاح دفاعي قوي. سمكة المجداف الأمريكية. عندما سمعت اسم هذا الوحش لسبب ما فكرت في سمكة تسبح بأنفها، كما لو كان لديها مجداف وتجدف به. نعم هذا هراء. لذلك لنرى معجزة الطبيعة هذه ونكتشف لماذا تحتاج إلى هذا المجداف. في الواقع تستخدم أنوفها بكفاءة أكبر من ذلك بكثير. هناك سبب يجعله يشغل ثلث إجمالي طول جسمه. يعد هذا الشيء الذي يبلغ طوله 70 سنتيمترا ضروريا لهذه السمكة لاكتشاف الفريسة أي العوالق. بمجرد أن يحين وقت تناول الغداء ترتفع الأسماك بالقرب من السطح بفم مفتوح وتمرر تيارات من الماء. يسمح لها هذا الترشيح بالتخلص بسرعة من كل الفائض وفي نفس الوقت بالاحتفاظ بالفريسة اللذيذة بأفواهها. ولكن هذا ليس كل شيء. اتضح أن هذه الأسماك تحب أن تجعل الصيد أكثر إرضاءً. للقيام بذلك تبدأ في تعكير الماء بشكل خاص، مما يرفع عدداً كبيراً من الكائنات الحية الدقيقة من القاع الموحل. وهنا حيث يأتي دور هذا الأنف. بمساعدته تجد الطعام في المياه الموحلة وتأكله. المستقبلات الكهربائية لا تفشل أبداً. الجميع يعرف نابليون إمبراطور الفرنسيين السابق. نعرف أن ارتفاعه ليس مثيراً للإعجاب ويعتقد أنه كان بطول أقل من 170 سنتيمتراً. ولكن هذا لم يمنعه من تحقيق نجاح كبير. والآن دعنا نتخيل ما تستطيع سمكة نابليون فعله. وحجمها أكثر إثارة للإعجاب ويسبب الخوف والارتعاش. يبلغ الحد الأقصى لطولها حوالي 230 سنتيمتراً ويصل وزنها إلى 190 كيلوغرام. لكن إذا كان هذا لا يكفي بالنسبة لك، انتبه لجبينها. تكريماً للنمو على رأسها فقد أطلق عليها اسم الليبروس الأحدب. جبهتها تشبه قبعة ثلاثية القرن للقائد العسكري الشهير. شخصياً أجد الأمر مثيراً للسخرية أن سمكة نابليون أكبر من الرجل الذي سميت باسمه. لكن هذا ليس وقت الضحك. حان الوقت للحديث عن أشياء جدية. القائمة مثلاً. لديها قائمة كبيرة مثل قائمة انتصارات الفرنسي. هذا هو المكان الذي يمكنها التنافس فيه. إن الفكوك العملاقة والقوية تمنح السمك القدرة على التهام أي أحد بثوان. حتى السرطانات في أصدافها والأسماك ذات الدفاعات السامة كلها لا تمثل شيئا سيئا بالنسبة لسمكة نابليون. والأمر المذهل هو ذكاؤها. يعيش هذا العملاق على عمق 30 مترا ويسعده التواصل مع الناس، فهو يتيح لهم ملامسته ويقف أيضا أمام الكاميرا. أتساءل عما إذا كانت هذه خطته لتهدئة الحذر أم يستخدم الظروف للحصول على وجبة غذاء مجانية. يمكن توقع أي شيء من هذه السمكة. الحبار. الآن كما تعلمون سوف أتحدث عن الحبار.
لكن ليس العادي بالطبع، بل الحبار الطائر الجامبو المعروف أيضا باسم حبار هومبولت. يبدو الأمر مهيبا ورائعا جدا، كما لو كان كائنا يبلغ طوله مترين ويزن 50 كيلوغرام ويحاول دائما العثور على شيء ليأكله. لكن انتظر لحظة، هذا هو بالضبط ما هو عليه، إنه من أكبر أنواع الحبار التي تعيش في ساحل المحيط الهادئ الأمريكي، وهنا البشر غير محظوظين بعض الشيء. إلى جانب حجمه الهائل، هو أيضا عدواني تجاه البشر. كيف تعرف أن هذا الخطير أمامك؟ حسنا، الأمر بسيط جدا، أثناء الصيد يومض بشكل واضح ويتغير لونه بسرعة من الأحمر إلى الأبيض ويعود، ولهذا أطلق عليه الصيادون لقب الشياطين الحمر. في الواقع هذا الحبار يغير الكثير من الألوان، كل ما في الأمر أننا لا نراها كلها. الآن سأخبركم عن الأسماك الأخرى التي لا تقل خطورة، ترقبوا رؤية هذه المخلوقات المخيفة والسامة. الفرخ المتسلق. لا يمكن لكل الأسماك أن تقتل مخلوقاً، لكن الفرخ المتسلق يمكنه. يعرف أيضاً بالسمكة الزاحفة، هذه المخلوقات صغيرة نوعاً ما، يصل طولها إلى 20 سنتيمتراً، لكن بغض النظر عن هذا يمكنها القضاء ليس على المخلوقات المائية فحسب، بل على المفترسين الأرضيين كالأفاعي والطيور والكلاب والقطط وحتى التماسيح. تقوم بهذا بفضل عضو خاص يمكن أن يبقى الفرخ المتسلق بعيداً عن الماء لعدة أيام. يطلق على السمكة اسم الزاحف في بعض اللغات، فهي تزحف من الماء إلى الشاطئ وتتحرك بسرعة كافية بتحريك ذيلها وزعانفها وأغطية الخياشيم المسننة. يستطيع الفرخ المتسلق قطع 100 متر في ساعة واحدة، وهي سرعة عالية. كونها مخلوقات عدائية على الأرض، فإنها تصطاد المخلوقات الصغيرة والتي ترتعب عند رؤيتها، لكن حتى المخلوقات الكبيرة التي تعرف عن الفرخ المتسلق فإنها تخاف منه. فإذا ابتلع ثعبان أو تمساح أو طائر جارح أحدها، فإن الإبرة الحادة للأسماك ستلتصق بحلقها وستموت أو تصاب بجروح خطيرة. لهذا السبب تخاف حتى مخلوقات الأرض من هذا الوحش الصغير. أنا لن أقترب منها. الجالوت الأطلسي. هنا خطر البحار. ظاهرياً الجالوت الأطلسي وحش مائي حقيقي، مظهره بعبارة لطيفة مثير للإشمئزاز، رأس ضخم وجبهة مائلة وفك سفلي كبير ولون داكن وجسم مرن يشبه المغزل. هكذا تبدو السمكة التي تثير الخوف عند الكائنات البحرية الأخرى. إضافة لحجمها الضخم، يصل طولها إلى 2.5 متر ووزنها إلى 445 كيلوغرام، لكن عادة ما يكون وزن الأفراد منها بين 150 إلى 200 كيلوغرام، وعليكم الاعتراف إنها ليست صغيرة. يتغذى الجالوت الأطلسي على القشريات والأسماك والأخطبوط وسلاحف البحر الصغيرة. يعتقد أن بعض أسماك الجالوت الأطلسي لا تشعر بالحساسية تجاه متجانساتها. بشكل عام من الأفضل عدم العبث مع هذه الأسماك. علاوة على ذلك يمكنها الهجوم بسهولة إذا اعتبرت أن الإنسان يمثل تهديداً. هذا لا ينطبق إلا على مساكن الجالوت الأطلسي، إن كنتم على الشاطئ أو في قارب ما عليكم القلق بشأنه، لكن هذا لا يقال بشأن المارلين. ممثلو هذه العائلة من الأسماك اللاذعة هي مخلوقات مجنونة وخطيرة للغاية. أولاً كبيرة جداً، يتجاوز طول بعضها 5 أمتار وتزن أكثر من 800 كيلوغرام. ثانياً المارلين سريع جداً في الماء، يصل البعض إلى سرعة 110 كيلومترات بالساعة. لديها أنف يشبه الرمح، وهو رمح كامل، من السهل أن تجرحوا نفسكم به، ويمكن أن يخترق شخصاً، وهذا حدث أكثر من مرة. الأكثر رعباً أنها عادة ما تهاجم السفن والقوارب. عند محاولة إمساكها يمكنها أن تطير إلى السفينة وتضرب الصيادين. أحياناً لا تصعد على متن السفينة بل تترك فتحة فيها. رمح حاد يمكنه القيام بهذا في ثوان. السفن الكبيرة غير مهددة بالطبع، لكنها يمكن أن تغرق القوارب الصغيرة خاصة الهوائية منها في لحظات. سمكة الحجر. على عكس المارلين الذي يرتفع بانتظام إلى السطح ويقفز من الماء كما الدلافين، فإن أسماك الحجر لا تفعل ذلك أبداً. من المرجح أن تروها في قاع البحر أكثر من رؤيتها على سطح الماء. وإذا تمكنتم من تمييز هذه السمكة في الأسفل بين الصخور والرمل، فمن الأفضل أن تسبحوا بعيداً عن هذا المكان دون أن تلمسوا القاع.
فقد تخطو بالخطأ على هذا المخلوق الخطير والشيطاني الذي لديه لقب أكثر سمكة سامة على الكوكب. تطلق الأشعة الشائكة للزعنفة الظهرية لهذه السمكة سماً قوياً يسبب ألماً شديداً مع احتمال حدوث صدمة وشلل وموت الأنسجة حسب عمق الاختراق. إذا اصطدم العمود الفقري بالأوعية الدموية الكبيرة فقد تحدث الوفاة في غضون ساعة قليلة. بشكل عام هذه النتيجة ممكنة إذا كان الشخص سيماطل في طلب الرعاية الطبية. لن تحمي أحذية السباحة العادية من هذه الأشواك الحادة والكثيفة، لذلك حتى مع المعدات لا يوجد ضمان للسلامة. تعيش هذه الأسماك في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية للمحيطين الهادئ والهندي من البحر الأحمر إلى الحاجز المرجاني العظيم. أبقوا هذا في ذهنكم. سمكة ميريانا الحلزونية. التالي سمكة لن ترونها في موطنها، غير مؤذية للبشر لكنها مرعبة لحيوانات المحيط. تم اكتشاف نوع سيودولاباريس سويري الذي يشار إليه عادة باسم سويري أو سمكة ميريانا الحلزونية. تم وصفها فقط في عام 2017، وذلك لأن هذه السمكة الحلزونية تعيش على أعماق عملاقة من 7 إلى 8 كيلومترات. تم العثور على الأسماك أيضاً في خندق ماريانا، أعمق مكان في المحيط. يمكن للسويري تحمل ضغوط شديدة للغاية دون الإضرار بنفسها. تعتبر مفترسة فائقة في مكانتها البيئية، تتغذى بشكل رئيسي على الجمبري ومفصليات الأرجل الأخرى. تتمتع بأحجام مناسبة جداً لمثل هذا الموطن العميق. تنمو حتى 30 سنتيمتراً وتزن 200 جرام. بيض هذه الأسماك كبير ويمكن أن يبلغ قطرها حوالي سنتيمتر. العمق المذهل للمسكن والحجم الكبير والطبيعة المفترسة والمظهر المخيف، ما الذي تحتاجه أيضاً لتسميها واحدة من أكثر الكائنات المخيفة على هذا الكوكب؟ بالرغم من أنها لا تبدو مخيفة جداً، يمكن للعديد من الكائنات النهرية أن تمنحها السبق. إنها لا تعيش في أعماق كبيرة، لكن هذا يجعلها أكثر رعباً لأن البشر يمكن أن يعثروا عليها بسهولة. ما رأيتموه كان بداية، والرعب الحقيقي أبعد، لذا استعدوا. بعد ذلك ستروا ثعبان البحر المخيف، سمكة بمنشار وكرب عملاق، وأخطر حيوان مفترس في المياه العذبة. الحنكليس الطويل الزعانف. أحد أخطر ثعابين البحر تعيش في نيوزيلندا. يمكن أن يوجد الحنكليس الطويل الزعانف في مياه الضحلة ذات القاع الموحل على عمق نصف متر، ويعثر على البالغين في الغابات الكثيفة أو الشقوق. ثعابين نيوزيلندا طويلة الزعانف تأكل اللحوم والنباتات وهي شرهة للغاية. في سن مبكر تتغذى على يرقات الحشرات ثم الأسماك الصغيرة مع تفضيل خاص للتروات. ربما تكون هذه الثعابين آمنة للإنسان، لكن مظهرها لا يزال قادراً على تخويف الكثير من الناس. بالمناسبة إنها مخلوقات تحب التجول، يمكن العثور على الصغار بعيداً عن موطنها الأساسي بمسافة حوالي 120 كيلومتر. بالإضافة لذلك فإنها تعيش طويلاً. هناك حالة معروفة عندما عاشت أنثى الحنكليس حتى سن 106 أعوام ووصل وزنها إلى 24 كيلوغرام. سمكة المنشار ذات الأسنان الكبيرة. تبدو هذه السمكة محترمة أكثر، ومن الواضح نوع الخطر الذي تشكله. سمكة المنشار ذات الأسنان الكبيرة لها أنف طويل مسطح ومحاط على الجانبين بأسنان. هذه الأسنان تجعل الأنف يبدو وكأنه منشار حقيقي، لذلك يمكن أن تكون هذه السمكة خطيرة على البشر. كانت هناك عدة حالات في التاريخ لسمك منشار يهاجم البشر. يعتقد أن أخطر أنواع أسماك المنشار تعيش في خليج بنما، حيث تمكنت من ذبح العديد من السباحين. يمكن مصادفة هذه الأسماك ليس في الخلجان والبحار فقط، بل في الأنهر أيضاً. تسبح هذه السمكة في المياه العذبة أثناء هجرتها الموسمية، وتوجد في العديد من الأماكن من إفريقيا وفيتنام إلى أستراليا وتايلاند. بالمناسبة، بالنسبة لفيتنام وتايلاند، هنا يمكنكم مقابلة وحشاً للمياه العذبة، الكارب للسيامي العملاق أو البارب العملاق. لديه حجم هائل يصل طول بعضها إلى 2 متر، ووزنها بين 100 و120 كيلوغرام. وهذا ليس الحد، هناك تقارير تقول إنه يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار وبوزن 300 كيلوغرام. تتناول هذه المخلوقات النباتات البحرية والقشريات الصغيرة والعوالق النباتية والفواكه والجمبري ومخلوقات أخرى. لا يهاجم هذا الوحش البشر، بل إن البشر ينظموا رحلات للالتقاط بهذه المخلوقات، ويعتقد أنه أحد أكثر الجوائز قيمة على رف أي صياد. سمكة النمر. يمكن قول الشيء ذاته عن هذه السمكة، لكن الإمساك بها أمر صعب.
سمكة النمر المفترسة، والكثير من الخبراء يعتبرونها أخطر مفترسي المياه العذبة في العالم. النظر إلى هذه المخلوقات المسننة وحده كاف للموافقة على هذه الجملة. تستوطن في إفريقيا ويمكن العثور عليها في الأنهار هناك. تعيش أكبرها المابينجا أو سمكة النمر الجالوتية في حوض نهر الكونغو، حيث تهاجم ليس فقط الحيوانات المائية المحلية ولكن أيضاً البشر. غالباً ما تصطاد هذه الوحوش في مجموعات. فقد تخيلوا العشرات من هذه المخلوقات الضخمة ذات الأسنان الحادة تندفع بقوة عبر الماء ملتهمة كل شيء في طريقها. حتى الوحوش كالتماسيح الإفريقية تخاف من سمكة النمر وتحاول ألا تعبث بها، وهذا يقول الكثير. للإمساك بها أحياناً عليكم الانتظار لعدة أيام متعقبين هذه الوحوش. يمكنها بسهولة عض خيط الصيد بأسنانها الحادة وتمانع الخروج من الماء كثيراً. لذا على الصيادين المحاولة بجهد للإمساك بها وأن يبقوا غير متأذين في الوقت نفسه. يا لها من سمكة عنيدة. سمكة الرئوية الإفريقية. أخيراً وحش آخر من المياه العذبة لا يصدم فقط بمظهره ولكن أيضاً بقدراته المذهلة. هل ما زلتم تذكرون الفرخ المتسلق؟ الأسماك التي تخاف منها الأفاعي؟ لذا فإن السمكة الرئوية الإفريقية كالفرخ المتسلق قادرة على العيش خارج الماء. هذه السمكة برمائية لديها جهاز تنفسي مزدوج بفضله لا تختنق أثناء وجودها في الماء، على عكس الفرخ المتسلق الذي لا يصل إلى الشاطئ إلا لبضع ساعات. يمكن أن تعيش السمكة الرئوية الإفريقية على الشاطئ لعدة أشهر أو في بعض الحالات لعدة سنوات. تسبح على الأرض أثناء تجفيف المسطحات المائية، تتنفس برئتيها كل هذا الوقت. بمجرد أن يتساوى مستوى الماء في الجسم المائي تعود السمكة الرئوية الإفريقية إلى بيئتها الأصلية. تم القبض على هذا الوحش في مكان ما في الأمازون من قبل ثلاثة صيادين شجعان. لا أعرف كم مرة يزور هذا الحيوان طبيب الأسنان، لكن ابتسامته هي الأفضل على الإطلاق. ألا تعتقد ذلك؟ هذه ليست كل الأسماك التي عليك اصطيادها، فبعضها يصل إلى الشاطئ بنفسه. الوحش الغامض. ما الذي يجرف عادة للشاطئ؟ ربما بعض المخلوقات الكلاسيكية المعروفة للناس التي تعرضت لإصابة ما أو ماتت. بالطبع أحياناً هناك حالة حيث بسبب الأمواج ينتهي الأمر بمخلوق صحي وغير مصاب على الشاطئ ولا يمكنه العودة لبيئته الطبيعية. حدثت هذه الحالة أمام الكاميرا هنا، لكن كما أدركت بالفعل ليس هناك شك بمدى كفاية المخلوق. رأى العلماء ذلك لأول مرة، وهؤلاء الناس يخصصون كل وقتهم لدراسة المحيط. من خلال مظهرها فإن هذه السمكة ليست من النوع المستجيب. إنها تذكرني أكثر بقرش، لكنه إما متحور أو مجرد سمكة غير عادية من أعماق رهيبة. ماذا ستفعل لو ظهر هذا المخلوق الغامض أمامك؟ أخبرني في التعليقات. مسخ. هل شاهدت سيد الخواتم؟ هل تتذكر العفاريت من هذا الفيلم؟ برغم أنه فيلم قديم عندما كانت التكنولوجيا بعيدة عن المثالية، إلا أن الشخصيات كانت جميلة وغير عادية. حتى الذين كانوا معارضين، أعني أن مخلوق الشاطئ هذا يذكرني كثيراً بالمسوخ من سيد الخواتم. إن وجهه يبدو متجعداً وشريراً تماماً، ورقبته بها خطوط من الجلد ولون وجهه غير محسوس في الظلام. وجد الناس هذا الشيء على شواطئ مصر واستدعوا العلماء فوراً للمساعدة. لسوء الحظ لم يقدم العلماء أي توضيح. رفعوا أيديهم وقالوا إنه يجب إجراء اختبارات إضافية. ما الذي يجب دراسته؟ من الواضح هو ليس مخلوقاً بسيطاً، حيث له وجه غير عادي وشكل جسم فظيع، وهو إما توضيح للمظهر الأولي للمخلوق أو إنه مجرد تشوه غريب من نوع ما، أو ربما هو مجرد تزييف وخدعة. ربما تم خداعنا فقط ورأينا مجسماً قذراً كمخلوق موجود على الشاطئ. شاركني أفكارك في التعليقات. هل أنت متأكد من أنه حجر؟ عندما نسمع عن الصخور لا نفكر حتى أنها قد تكون حية. هذا يبدو هراء بالكامل، ومع ذلك فقد حان الوقت لتوسيع آفاقك وتستكشف الحجر الذي يتنفس. بايورا تشيلينسيس اسمه، وهو بطبيعته حيوان بحري لا يختلف شكله أبداً عن الصخر، لكن إذا فتحته يمكنك رؤية علامات الحياة الكلاسيكية. هذا المخلوق البحري القديم لديه عضوان جنسيان معاً، وهو قريب من الفقاريات على الرغم من أنه حبلي في حد ذاته. المدهش أن هذه المخلوقات يتم تربيتها في مزارع خاصة. لا أستطيع تخيل الغرض من هذا.
نعم، اعتقدت أنه يمكن أن يصبح أساساً لفن الطهي الجزئي أو المطبخ الراقي، لكن تبين أن الأمر أبسط. في الأساس تحرق هذه الحجارة ويستخدم الرماد الناتج بدلاً من خام النحاس. الخبر السار هو أنه برغم اصطيادها المستمر، فإن هذه المخلوقات الفريدة تتكاثر بسرعة كبيرة ولها أعداد مستقرة. فائدة أخرى لاصطياد هذه الأطعمة الشهية أنها آمنة تماماً. أقصى ما قد يحدث إذا تم الدوس عليه هو أنه سيضرب الجاني بنفث ماء قوي. جميلة ولكنها خطيرة للغاية. القصة التالية تجعلنا ندرك مرة أخرى أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على المخلوق من خلال مظهره فقط. كانت امرأة تسير على أحد شواطئ جنوب إفريقيا ورأت أمامها مخلوقاً غريب اللون أزرق، كان يشبه تنيناً صغيراً. تبين لاحقاً أنها تصرفت بشكل صحيح بالابتعاد عنه. تبين أن هذا الوحش الغامض هو بطينيات الأقدام من رتبة نودي برانش والمسمى تنين البحر الأزرق. يتغذى هذا الكائن على الحيوانات السامة فيتراكم السم في جسمه ويستخدمه لاحقاً عملياً. حقيقة إن المزيد من هذه المخلوقات تظهر كل عام وتعد مخيفة. هي تغزو أمريكا وأستراليا وتظهر في تايوان وتحافظ أيضاً على جزء صغير من جنوب إفريقيا. وحش اللوامس. لا أعرف حتى ما هو الأفضل، مواجهة تنين البحر الأزرق الغامض المعروف للعلم برغم أنه خطير، أو مواجهة مخلوق غير مفهوم تماماً للعلم الذي يمكن إما أن يكون خطيراً جداً أو غير ضار تماماً. شاركني في التعليقات أفكارك. سأريكم هذا الوحش الذي جرف للشاطئ. تم تصويره في فيتنام بواسطة مرشد سياحي كان يسير على الشاطئ. في هذا الفيديو يحرك هذا الوحش ذو اللون البني النبيذي بشكل فوضوي مخالبه المنحنية بكل اتجاهات. أيمكن أن يكون رمزاً من فيلم فينوم؟ أو بقايا قنديل البحر المتحور الذي لا يمكن أن يزول؟ ما هو؟ ضيوف غير عاديين. كاليفورنيا مكان تحدث فيه أشياء غريبة في كل وقت. هناك مطر بحجم كبير ومشاهدات لأجسام طائرة مجهولة، وقد يكون هناك أيضاً غزو لضيوف غريبة تنتمي لأفعويات الذيل. جسمها ناعم ويشبه النقانق، وتتراوح أطوالها عادة بشكل كبير بين 3 و25 سنتيمتراً. الجسم مزود بخرطوم طويل غير قابل للانكماش ومغطى بأهداب تدفع جزيئات الطعام نحو الفم. تستطيع هذه الديدان التخلص من خرطومها أو جزء منه وينمو مجدداً بعد أسابيع. عندما تختبئ هذه الديدان تحت الأرض ويكاد يكون مستحيلاً العثور عليها، لكن هنا كانت على الأرض ولا شيء ولا أحد يغطيها. بالطبع هاجمتها طيور النورس بسرعة، وكما يقول المحليون امتلأت بها الطيور لدرجة أن بعضها لم يتحرك بسهولة. أتساءل ما سبب هذا الغزو الجماعي للديدان. سأريكم الآن بزاقة بحرية، لكن ليس أي بزاقة بحرية بل بزاقة قوس قزح. هذا الكائن الملون جميل ولطيف جدا، لكن لم يكن أحد سعيد بظهوره في بريطانيا. ينظر الناس كالعادة من وجهة نظر علمية ويقولون إن ظهور هذه البزاقة في بريطانيا يشير لارتفاع حرارة المحيط بسبب حالة الطوارئ المناخية. مخلوق نابض. لأجل رؤية المخلوق التالي يجب علينا الذهاب لنيوزيلندا، لأن هناك شهود عيان لاحظوا كعكة عملاقة على الشاطئ والتي كانت تنبض بطريقة غريبة. أنا متأكد من أنه إذا قيل أن هذه الصورة صورت من ارتفاع عال سيعتبرها البعض بركاناً مكتملاً. أعني أن هذا المخلوق بدا أنه غير عادي ومتعدد الأوجه قدر الإمكان. عندما لاحظ أحد الشهود الحركة أخبر الآخرين على الفور. لم يصدقوه بداية، لكن بمجرد أن لمس الناس الكائن الحي بالعصا توضح كل شيء. كما اقترح الباحثون، قد يكون الناس واجهوا قنديل بحر غير عادي، قنديل البحر الذي يشبه عرف الأسد. إن هذا ممثل سام للإسعاعات، كما أنه في نفس الوقت لا يشكل خطراً على البشر. لكن لا يمكن لأحد أن يجيب على سبب ظهوره مثل الكعكة. أيمكن أن يكون فضائياً بعد كل شيء؟ أو نوعاً لا يزال غير معروف للعلم؟ ماذا تظن؟ كان أحد الأشخاص في أمريكا يسير على الشاطئ وتصرف بشكل جيد ونظر تحت قدميه، لأنه لاحظ بقايا مخلوق غريب وجوده على الشاطئ بواسطة الأمواج. كان السؤال الرئيسي الذي ظهر في ذهنه هو ما هو ولماذا يبدو كالملاك؟
بحسب قوله فإنه ظل مذهولاً لفترة ولا يستطيع الحركة. لم يفهم الرجل ما هو أفضل شيء يفعله في هذه الحال. لم يفهم إذا كانت سمكة تحتاج للمساعدة أم شيئاً فظيعاً أو غامضاً، أو ربما لم يكن كائناً حي ولكن مقلب ما. لم يكن بإمكانه إلا انتظار أصدقائه الذين اتصل بهم فوراً، لكن أيضاً لم يقولوا شيئاً أبداً. اكتشاف غير عادي عرفه البعض بأنه تشوباكابرا الأسطوري. تعرف آخرون عليه كنتيجة التلوث البيئي بالمواد السام، وقام آخرون بمقارنته بالديمينتور. بيّنت نتائج الدراسة أن كل شيء كان أسهل من ذلك لأنه كان قرشاً ملائكي. حصل هذا النوع من القروش على اسمه بسبب تضخم زعانفه بشكل كبير، لذلك لم يكن الرجل مخطئاً، لقد خمن ما كان أمامه بالضبط. الرعب في الحياة الحقيقية. أحياناً تقذف البحار والمحيطات كائنات صغيرة على الأرض، حتى لو كانت خطيرة أو غير عادية فهي ليست مثيرة كما هو الحال عندما ينجرف عملاق إلى الشاطئ، مثل هذا الوحش بطول 7 أمتار والذي ألقاه المحيط الأطلسي. بقي هيكل عظمي وحراشف لهذا الشيء، وعلماء الحيوان لديهم نظريتان فقط، إما أنها سمكة قرش من فيلم جاوز، أو أنها سمكة فقاعية متحولة تعيش في أعماق البحر العميق والتي زاد حجمها بشكل كبير لسبب ما. لماذا لم يتمكن أحد من تحديد ما هذا؟ لأن جثة هذا المخلوق كانت في حالة يرثى لها، لدرجة أن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد أي شيء إطلاقاً. كانوا في حيرة من أمرهم، لدرجة أنهم ظنوا أنه حوت صغير، وسرعان ما دحضوا هذه النظرية. يتم جرف بعض الكائنات للشاطئ بواسطة المحيط، لكن ينتشل الصيادون بعضها الآخر. مع ذلك فإن هذا لا يجعلها أقل غرابة وإخافة. الحبار الغامض في قاع البئر. تبدأ حلقة اليوم بقصة مليئة بالغموض، لكن لا تكن سريعا في الحكم عليها. لذلك عرفت هذه الحادثة التي وقعت في مستوطنة صغيرة في 2015، وبحسب شهود العيان عند الجيران الذين قرروا تنظيف البئر. في اليوم المحدد وصل العمال إلى الموقع وضخوا المياه، ثم بدأوا في تنظيف البئر بالدلاء. بعد فترة ظهر القاع، لكن عندما بدأ العمال في سحب آخر دلو لأعلى، رأوا أن شيئا ما يتحرك فيه. عندما تم إلقاؤه على الأرض وسكب الماء، رأى العمال مخلوقاً غير مفهوم يشبه الحبار. لكن المثير للدهشة أن الموطن الرئيسي لهذا المخلوق هو المحيط الأطلسي، باستثناء الساحل الأمريكي والبحر الأبيض المتوسط. في النهاية كان الناس مترددين بشأن نوع الحيوان، لكنهم لاحظوا مظهره المرعب ومجساته. مهما كان الأمر، لا يمكن للعلم تأكيد هذه القصة، حيث لا توجد أدلة كافية. وفقاً للباحثين، يمكن تفسير ظهور الحبار من خلال التيارات غير المنتظمة أو بسبب الكوارث الطبيعية. لكن المثير للدهشة أن المخلوق البحري المرصود لا يتوافق مع بعض السمات الخارجية للحبار. بشكل عام، الحبار مخلوقات بحرية تنتمي مع الأخطبوطات والحبار إلى رأسيات الأرجل. مظهرها غير عادي، وقدرتها على إخفاء أنفسها بمهارة عن طريق تغيير لونها أمر مذهل. يعيش الحبار في المياه الساحلية الدافئة للبحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق وبحر الشمال. ومن المثير للاهتمام أن سرعتها تصل إلى 30 كيلومتر بالساعة، كل ذلك بفضل نظام طرد الماء الخاص به على شكل قمع. تجدر الإشارة إلى أن الحبار لديها مجسات تصطاد بها. لكثير من الوقت ترقد في القاع وتمسك بالأسماك العابرة بمجساتها الطويلة. مع ذلك يمكنها أيضا الاندفاع إلى الفريسة إذا كانت الفريسة كبيرة. على الرغم من مصايد الأسماك الكبيرة، فإن الحبار ليس مهددا، حيث إنه من الحيوانات الشائعة جدا. ماذا ترى؟ هل تعتقد أن قصة الحبار أسطورة شائعة أم إحساس علمي عالمي مستقبلي؟ شاركني أفكارك في التعليقات، وترقب رؤية أكثر مخلوقات أعماق البحر رعبا على كوكب الأرض. القرش العفريت. في الواقع هذا المخلوق له العديد من الأسماء المختلفة. القرش العفريت سكابانور هينكوس أو ميتسوكورينا. إنه قرش أعماق البحار، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من جنس أسماك القرش ميتسوكورينا. حصل القرش العفريت على اسمه بسبب المظهر الغريب. ينتهي أنف هذا القرش بنمو طويل يشبه المنقار، ويمكن تمديد فكيه الطويلين بعيدا، كما أن لونه غير عادي قريب من الوردي، حيث تتألق الأوعية الدموية عبر الجلد الشفاف. طول أكبر فرد 3.8 أمتار ووزنه 210 كيلوغرامات. حتى وقتنا اعتقد العلماء
العلماء أن هذا النوع انقرض منذ فترة طويلة، لكن منذ حوالي قرن من الزمان تم صيد هذه الأسماك، وأصبح الباحثون على دراية بوجود هذا الوحش، ولديه مستقبلات خاصة على جسمه يستخدمها لتتبع الفريسة. مع ذلك لا يزال العلماء لا يعرفون بالضبط ماذا تأكل هذه الحيوانات المفترسة. وفي اللحظة التي تم فيها سحب القرش من أعماق البحر إلى اليابسة، قلب معدته على الفور من الداخل إلى الخارج. المبتلع الأسود. يمكن للعديد من الأسماك المفترسة ومعظمها من سكان أعماق البحار أن تتباهى بشراهة غير عادية، ليس بسبب الجشع أو الشهية الشرسة، ولكن بسبب الموارد الغذائية المحدودة في أعماق المحيطات. لذلك إذا واجهت أي فريسة في الطريق ستتناولها بالتأكيد. على الرغم من حجمها، واحدة من هذه الأسماك الشرهة هي المبتلع الأسود أو تشاسمودون. يحتوي هذا الجنس على 7 أنواع فقط، ولكن أشهرها هو المبتلع الأسود. يعيش في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية لجميع المحيطات على عمق 150 إلى 3900 متر. نادراً ما يتجاوز طول هذه السمكة من 15 إلى 20 سنتيمتراً، ولكن بفضل فمه المفتوح على مصراعيه فإنه قادر على ابتلاع فريسة أكبر بكثير من حجمه. يفترض العلماء أنه يمسك فريسته من الخلف ويبتلعها بدءاً من الذيل. من أجل العثور على فريسة في الظلام التامس، يمتلك نظاماً متطوراً من أعضاء الخط الجانبي كالعديد من الأسماك الأخرى في أعماق البحار. يلتقط اهتزازات منخفضة التردد للمياه، مما يسمح للأسماك بتحديد موقع الفريسة المحتملة. كان يعتقد أن هذا الكائن نادر إلى حد ما في أعماق البحار، لكن الدراسات التي أجريت في النصف الثاني من القرن العشرين وجدت أن هذه الأسماك حلقة مهمة في السلسلة الغذائية للتونة والمردين. شيطان البحر ذو الرأسين. إنه من النوع الذي تراه فقط في أفلام الرعب والكوابيس. تم القبض على هذا المخلوق في بحر الشمال قبالة سواحل هولندا. تم إحضار الوحش ذو الرأسين على متن سفينة صيد. قام الصيادون بتصويره ونشره على الإنترنت. انتشرت الصورة على الفور على الويب وجذبت انتباه إيروين كومبان، رئيس قسم الثدييات في متحف التاريخ الطبيعي في روتردام. بصفته خبيرا في هذا المجال، أدرك أن الأسماك لا تمثل أي نوع جديد أو غير معروف، لكنها كانت أندر مثال على اندماج السيامي في خنازير البحر. وفي تاريخ أبحاث الثدييات البحرية تم اكتشاف حفنة فقط من هذه الأزواج. يعد تصوير الحيوان كتذكار أعاده الصيادون إلى البحر، لأنه في الاتحاد الأوروبي من غير القانوني اصطياد مثل هذه المخلوقات. أسود البحر. يصل طول ذكر أسد البحر إلى 3 أمتار ويمكن أن يزن مئات الكيلوغرامات. ليس مستغرباً أن يشعر أفراد طاقم سفينة صيد روسية بالخوف عندما انزلق أسد البحر من الشبكة وحدق بهم بهدوء مخيف. كقاعدة عامة، تقاوم الحيوانات العالقة في الشبكة بضراوة، بل ويموت بعضها في حالة صدمة. مع ذلك شعر أسد البحر هذا بهدوء تام. في النهاية دفع الصيادون أسد البحر إلى الماء بواسطة نفاثات قوية. سمكة زوجة. في أحد الأيام ذهب إريك بارتوس وأصدقائه للصيد قبالة سواحل فلوريدا. عندما اصطادوا سمكة أبو شراع ضخمة لم يصدقوا، رأوا خاتم زواج على أنفها الطويل. لكن بارتوس تفاجأ أكثر عندما رأى أنه نفس الخاتم الذي كان يرتديه في إصبعه قبل الحدث ب3 سنوات. طلق بارتوس زوجته لسبب خاص. من أجل التخفيف من الاضطرابات العاطفية بطريقة ما، قرر التخلص من الخاتم بوضعه على أنف سمكة أبو الشراع أثناء الصيد، ثم أطلق السمكة مرة أخرى في البحر. والآن بعد 3 سنوات أعاده القدر مع تلك السمكة. أعتقد أنه هو وسمكة أبو الشراع خلقا لبعضهما البعض، وهكذا ولد مصطلح سمكة زوجة. تمتلئ المحيطات والأنهار والبحيرات بالمخلوقات المخيفة وغير العادية ببساطة. تلك كانت البداية. ابقى معنا لمعرفة المزيد عن أسماك عصر الديناصورات التي نجت، وأسماك القرش المخيفة، وأسماك الأشباح والكيميرا. الأسماك من عصر الديناصورات. سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على أسباب انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة. كويكيبون يبلغ قطره حوالي 15 كيلومترا، يتحرك بسرعة تزيد عن 64 ألف كيلومتر في الساعة. تحطم في المحيط بالقرب من ساحل المكسيك. كانت موجة الانفجار أقوى بمليار مرة من تلك الناتجة عن قصف هيروشيما النووي. أضاء وميض ساطع في السماء فوق الكوكب. حجبت كتلة ضخمة من الغبار والدخان أشعة الشمس، مما تسبب في انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات دون الصفر. كانت النجاة من مثل هذه الكارثة كضربة حظ. لاتيميريا هي جنس من الأسماك البدائية. حتى وقت قريب كان يعتقد أنها ماتت مع الديناصورات، ولكن بعد 65 مليون سنة اتضح أن الجنس قد نجا.
تم اصطياد إحدى هذه الأسماك في شبكة الصيادين الأفارقة. هذه أخبار رائعة للعلماء وليست أخبارا جيدة للصيادين. لا تيميريا غير صالحة للأكل. القرش الطويل يجلب الصيد الكثير من المال، وكلما كبرت شبكتك زاد حجم الصيد. أحيانا يقولون كن حذرا مما تتمناه. هذا ما حدث لصياد واحد، مثل كل عشاق الصيد كان يحلم بصيد كبير. في أحد الأيام سحب طاقمه سمكة قرش ضخمة على متن السفينة التي تحمل كل علامات وجود مفترس خارق. كانت أسنانه ملطخة باللون الوردي، مما يشير إلى أن القرش أهلك العديد من الأرواح، ولكن ليس هناك دليل على أنه يقتل البشر. كائن فضائي. في سنغافورة اكتشف صياد سمك شيئا يشبه بشدة المخلوق من الفيلم الشهير إيليان. كان المخلوق في قاربه، كان لديه العديد من المجسات التي تتحرك في كل اتجاهات. اعتقد الصياد أنه نجم هش قريب من نجوم البحر، له مخالب عديدة تشبه المعكرونة. القرش المحقق. في 1935 عثر الصيادون من استراليا ألبرت وتشارلز هوبسون على سمكة قرش النمر في شبكتهم. سحبوا القرش إلى الشاطئ وأرسلوه إلى أقرب حوض مائي، وكانت تلك مجرد بداية القصة. بعد أسبوع أثناء وجوده في الحوض أعاد القرش ذراعا بشريا إلى الماء. من الصعب تخيل الرعب الذي شعر به الزوار الذين رأوه. يشار إلى أن الذراع كانت مربوطة بحبل، بالإضافة إلى أنه كان عليها وشم. اتصل موظفو الأكواريوم بالشرطة وقاموا على الفور بتحديد الطرف. إنها ذراع مخبرهم، مجرم تافه اسمه جيم سميث الذي اختفى قبل وقت قصير من وقوع الحدث، وتم رفع القضية. ربما سيتم استدعاء القرش المحقق للإدلاء بشهادته. جمبريون عملاق. تخيل أنك تسبح في البحر وأن جمبريا ضخما يبلغ طوله حوالي نصف متر يسبح باتجاهه. قبض على هذا الجمبري من قبل ستيف بارجيرون قبالة سواحل فلوريدا. يعتقد العديد من الخبراء أن هذا النوع ينتمي إلى جمبري السرعوف الياباني. لديه قوة لا تصدق. بضربة من مخلبه يمكنه إتلاف القشريات الأخرى وحتى كسر الزجاج في الحوض. هذا لأنه أثناء التأثير يتحرك المخلب بسرعة تصل إلى 80 كيلومتر بالساعة، مما يجعله سلاحا خطيرا للغاية. سمكة الأشباح. غالبا ما يطلق على الكيميرا التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ اسم سمكة الشبح. لها أجنحة وعيناها تتوهج باللون الأخضر الفاتح. من النادر جدا مواجهتها، لكن الصياد الكندي سكوت تانر كان محظوظا بما يكفي لالتقاط صورتها على الكاميرا. تحت نظرة السمكة العزيز لم يكن هانيبال ليكتر نفسه قادرا على المقاومة. أسرار غير مستكشفة لأعماق البحر. اشتهر رومان فيدروستوف صياد من روسيا بين عشية وضحاها، بعد أن بدأ في نشر صور لأكثر المخلوقات الغامضة التي انتشرها الناس من أعماق البحر. تؤكد مجموعته أننا نعرف عن سطح القمر أكثر مما نعرفه عن الحياة في قاع المحيط العالمي. مثلا قلة من الناس يفكرون في سمك التنين. لها أسنان حادة جدا وجسم أسود مغطى بالطين ونظرة فارغة تماما وميتة. يمكن اعتبار اكتشافات رومان أساساً لسيناريو فيلم رعب. في معرضه هناك نوع لا يعرف عنه أي شيء تقريباً. هذه السمكة لها جسم شفاف ولها أسنان حادة تشبه الإبرة. يبدو أنها فقط في انتظارك لتقريب يدك بما يكفي لتلتقطها. سمكة النمر الكبيرة. يمكن العثور على هذه السمكة في إفريقيا. يخبرنا مظهرها أنه لا ينبغي العبث معها، ومن الأفضل عدم الوقوع في طريقها. من المعروف أنها تهاجم التماسيح والبشر، لذا فهي تعتبر من أخطر المخلوقات على هذا الكوكب. توجد أسماك النمر الكبيرة بشكل رئيسي في حوض نهر كونغو وبحيرة تنجانيقا. عندما تغلق فكيها فإن أسنانها الحادة تتناسب مع الجيوب الأنفية كالخناجر في الغمد. إنها سمكة مفترسة كبيرة، طول جسمها حوالي مترا ونصف وتزن 50 كيلوغرام. لن تحبذ أن تلتقي معها وجها لوجه. السلحفات العارضة الشائعة. من الواضح أن هذا ليس ما نسعى إليه أنا وأنت. هذه السلاحف لها أفواه تشبه المنقار وفكين قويين. قدرتها على تحريك رأسها بسرعة تجعلها خطيرة جدا. لكن شابا سحب سلحفاة مألوفة من الماء أثناء الصيد. في البداية لم يدرك حتى نوع المخلوق الذي كان على الخطاف، وعندما استدارت في مواجهته أدرك أنه يواجه سلحفاة عضة شائعة وسرعان ما ابتعد. أجسام جامدة في قاع البحر. في المحيط لا يمكنك أن تصادف كائنات بحرية مخيفة فحسب، بل تصادف أيضا مبان كاملة وأشياء وأماكن فريدة ومخيفة أيضا.
في عام 1985 قبالة ساحل لونج برانش نيو جيرسي على عمق ما يقرب من 30 مترا عثر الغواصون على بقايا قطاري شحن. كيف وصلوا هنا؟ اليوم يحاول كل من العلماء والناس العاديين حل لغز حطام القطار المجهول. هناك من له رأي أنها ليست قاطرات بخارية رئيسية، ولكن بعض القاطرات الخاصة المستخدمة في المحطات لنقل القطارات من مسار إلى آخر. نبتون ميموريال ريف، هذا نصب فريد لمن أراد أن يدفن في أعماق البحر. تقع المدينة الحقيقية تحت الماء على بعد 5 كيلومترات من شاطئ كيبسكين في ميامي. هناك مقبرة تحت الماء وطرق حجرية وبوابات عالية وبقايا مبان وآثار للموتى. تقع على عمق 12 مترا، وقد تم تصميم المدينة في 2007 وتم بناؤها برعاية من مشغلي خدمات الجنازات الكبيرة. والجدير بالذكر أن بعض الأشياء مصنوعة من رماد الجثث المحترقة. لقاء لنتذكر. قد يستمتع الناس بالغوص ومراقبة الكائنات البحرية، إنه يعطي اندفاعاً من المشاعر ويجعلك تشعر بالحياة. لكن أحياناً إذا كنت حتى في قفص حديدي آمن، فقد يحدث شيء من شأنه أن يخيفك بشدة. أتحدث عن هذا الوضع الذي تم تصويره. واجه رجل وجهاً لوجه قرشاً أبيضاً كبيراً حقيقي. أحس المفترس بالفريسة المحتملة وحاول قصارى جهده للدخول للقفص، لكن لحسن الحظ فشل في ذلك. طوال الوقت كان الغواص يراقب تصرفاته، والناس من الأعلى ينظرون الأمر لرفع القفص بحالة الطوارئ. كما قلت، كل شيء بخير، لكن هذه اللحظة سوف يتذكرها بالتأكيد الشخص الذي قرر النزول إلى الماء. بعد مشاهدة الفيديو السابق أردت أيضاً النزول للمحيط بنفسي. لم يبدو الأمر فظيعاً بالكاميرا، ولكن بعد ذلك كما يحدث عادة يظهر مقطع فيديو آخر غير ضار. نعم، لم يصب أحد بها أيضاً، لكن محاولة سمكة القرش كانت أسرع بكثير وأكثر ثقة، إما أنها كانت تشم رائحة الدم أو أنها تسبح فقط. لكن يبدو أنه لم يتوقع أحد ظهورها، وسيكون الأمر بخير لو أن المفترس ظهر فقط، لكنه فتح فمه أيضاً وحاول أن يعض القفص. هل تتخيل ذلك؟ والأمر المرعب هو أن القفص كان بالفعل في الأعلى، لم يستطيع المساعدة بأي شكل، لم يستطيع إلا أن يأمل في أن تفقد اهتمامها وتتراجع. ولحسن الحظ حدث ذلك قريباً. الظهور المفاجئ. لم يخطط هذا الرجل لمواجهة القروش أو غيرها من الكائنات البحرية، كان يركب القارب فقط. عند عودته تحرك الكايك بشكل غريب، بدا كما لو أن موجة ما أو شيئاً كهذا قام بتغيير حركته قليلاً. التفت الرجل وشعر بالرعب والخوف، لأنه كانت تحته سمكة قرش حقيقية. ليس من الواضح لماذا كانت على الشاطئ، لكن الشيء المهم هو أن الرجل لم يرتبك واتخذ التكتيكات الصحيحة. أخذ مجدافاً أكثر صلابة وبدأ بضرب القرش من الأعلى إلى أسفل محاولاً إخافته. لقد نجح الأمر، وفي غضون ثوان سبح المفترس بعيداً عن الصياد بخوف. هيا، الأمر ليس كذلك حقاً، سمكة القرش لن تخاف من بضع ضربات، خاصة مع المجداف وبدون قوة كبيرة. لذلك قاومه الصياد لفترة طويلة وانجرف نحو الشاطئ. يبدو لي أنه بعد مثل هذه القصص يصاب الناس بالرهاب. أعطاه وقتاً عصيباً. من الواضح أن القرش الذي ظهر للصياد أعطاه دفعة طاقة لأسابيع قادمة. لقد كان عدوانياً ويمكنه قلب الكاياك ويأكله على العشاء، لكنه لا يتصرف دائماً بهذه الطريقة ويحاول رمي الناس في الماء. أحياناً مثل هذا القرش قد يكون سلبياً، حيث يقوم فقط بمنح الناس وقتاً عصيباً من خلال الظهور. كان هذا المفترس أكبر حجماً، لكن لم يحاول عض أو إسقاط أي شخص، لقد سبح فقط وفعل ذلك لفترة طويلة. وفقط بعد 5 دقائق قررت أخيراً ترك الصيادين وشأنهم. والمدهش كان هؤلاء الصيادون هادئين تماماً، كما لو كان صديقهم القديم يسبح بجوارهم. بعد مشاهدة كل فيديوهات الصيادين والغواصين، بدأت أعتقد أنه لا يوجد أحد يريد أن يكون بمفرده مع قرش دون دعم كوسائل النقل أو القفص. لكن المدهش أنني كنت مخطئاً. اتضح أن هناك أيضاً مجموعة من المغامرين على استعداد للغوص إلى القاع بمعدات الغوص فقط.
يريدون مواجهة الحيوانات المفترسة. لا أعرف بالضبط ما الذي يدور في أذهانهم، لكن الفكرة تبدو مخيفة للغاية. وما حدث هنا كان متوقعاً. سبح قرش ضخم نحو الغواصين ولم يرغب في إقامة أي نوع من العلاقة معهم، وحاول ببساطة الإمساك برجل من رأسه. لحسن الحظ فشل في ذلك. واصل الشركاء وأخافوا المخلوق الكبير بتفوقهم العددي. لكن هل لديك أي فكرة عما كان يمكن أن يحدث لهذا الرجل؟ هل تخاطر بالغوص للقاع في مثل هذه المجموعة؟ أخبرني في التعليقات. كاد يعرض نفسه للخطر. إذا كانت كل تلك القصص السابقة مفهومة، فهذه القصة لا معنى لها بالنسبة لي. جعل هذا الرجل نفسه مرتاحاً في الكاياك وسار به بعيداً لمكان وجود أسماك كثيرة، لكن بنفس الوقت توجد فرصة كبيرة للقاء قرش. لم يصدق هذا، لأن أصدقائه كانوا يصطادون هنا ولم يحدث شيء لأي شخص. لكن كما يحدث عادة فإن الحادث قد حدث له. بعد أن اصطاد سمكة لذيذة وشهية، بدأ الشاب في سحبها إلى قاربه، لكنه زاد الأمر سوءاً. تم شم رائحة السمكة من قبل قرش قريب، اندفع وراءه مباشرة. لقد كان يريد سرقة الفريسة لدرجة أنه حتى اصطدم بالكايك مع الرجل، مما جعله خائفاً. لحسن حظه انتهى كل شيء، ولم يمسك القرش بالرجل أيضاً. السمكة كانت كافية له بدون دعوة. هذا هو الحال عندما تشاهد فيديو تلو آخر وتفكر حسناً، هذا بالتأكيد آخر شيء سيفاجئني. وهذا يحدث في كل مرة، ومن ثم يحدث هذا الأمر. سافر السياح والصيادون بالبحر وشهدوا شيئاً نادراً ومدهشاً للغاية. بدون أي دعوة طارت سمكة قرش ذات حجم كبير للإعجاب على متنها، وأخافت الجميع على الفور. لم يرغب أحد بمساعدتها وإعادتها للماء. حسناً، بعيداً عن المزاح، فعل الناس الشيء الصحيح بالهرب. من يدري ما الذي ستفعله؟ عندما هدأت سمكة القرش ساعدوها على النزول إلى الماء. بالرغم من عدم تصويرها بالكاميرا، لكن لا تقلق، كانت بخير. كل القروش التي رأيتها من قبل كبيرة جداً وخطيرة. حتى لو اعتقد شخص ما أن هذا القرش أو ذاك غير قادر على فعل أي شيء، فإنه مخطئ. سوف يعض أي عدو بسهولة إلى نصفين ويختبئ في الهاوية بسرعة البرق. لكن في الواقع كل شيء نسبي، مثل كل شيء في الحياة. القروش كبيرة وخطرة مقارنة بأقاربها المعاصرين. لكن إذا رأيت القروش التي عاشت منذ ملايين السنين، فإن القروش الحديثة ضئيلة وعاجزة. نعم، سمعتني جيداً. أنا أتحدث عن الميجالودون، العملاق ذاته الذي لا يمكن لأحد أن يعارضه حرفياً. أتحدث عنه لسبب ما. أعني أن العلماء التقطوا بالصدفة هذا القرش الضخم بالكاميرا. إنه لا يبدو وكأنه كائن بحري حديث على الإطلاق، لا من حيث المظهر ولا حتى من حيث الحجم. ماذا لو كان ميجالودون؟ ربما لا يزال الميجالودون حياً ويختبئ في مكان ما. ما رأيك بهذا؟ أخبرني في التعليقات. القرش المرجاني الأبيض. لا يسعني إلا أن آمل ألا يكون هذا القرش ميجالودون، وإلا فإن الوضع سيكون مؤسفاً للغاية. لكن أنا لن أقلق بشأن الميجالودون إذا كانت هناك قروش أخرى خطيرة في المحيط اليوم، والتي لسبب ما يصمت الكثير من الناس عنها ولا يقلقون. أحدها هو القرش المرجاني الأبيض، يعيش في المحيطين الهند والهادئ بعمق 330 متراً. تجاوز الحد الأقصى لطول الفرد الذي تم العثور عليه المترين. تشكل هذه القروش خطراً على البشر، ولكن في الغالب فقط عندما نستفزها بأي شكل. واستفزازها أمر بسيط. بعد كل شيء إنها فضولية ومصرة بجنون، وليس لديها خوف على الإطلاق. يتم تحفيزها بشكل خاص عن طريق الدم، فإن رائحته تذهل عقولها وفي النهاية تصاب بالجنون. قرش المطرقة العظيم. هذا القرش أكبر حجماً وقد يصل طوله لستة أمتار، لكن الشيء الرئيسي الذي يميزه عن أقاربه هو بالطبع رأسه الغريب. يبدو أن التطور قد سخر منه، إذ حول رأسه إلى شيء يشبه أداة العمل، ونشر عينيه على نطاق واسع بحيث تتسع بينهما عشرات العيون الأخرى. لكننا نعلم جميعاً أن من يضحك أخيراً يضحك أفضل. لقد أظهر الوقت أن هذه الميزة كان لها تأثير إيجابي.
حيث سمحت له باحتلال منافذ بيئية عديدة تسمح عيونه الواسعة بتغطية كامل المساحة الرأسية والمساحة الأفقية. تقع المنطقة العمياء الوحيدة أمام الأنف، ولهذا تدير القروش رؤوسها كثيراً. بمساعدة النمو الموجود على الرأس تكون قادرة على صعق الفريسة الأصغر أو الضغط عليها للأسفل، مما يحرمها من إمكانية المقاومة، كما أنها تحمل لقب واحدة من أخطر الأسماك. هذا القرش أحد الحيوانات التي لا تتغذى على الأسماك الأخرى فحسب، بل أيضاً على أقاربها. في بعض الأحيان يكون مستعداً لأكل صغار عائلته. القرش الأبيض المحيطي. وفقاً لجاك إيف كوستو، هذه هي أخطر أسماك القرش في العالم. رغم أن هذه القروش المحيطية يصل طولها لأربعة أمتار فقط، إلا أنها لا تخاف أحداً. تتغذى على الكائنات البحرية الصغيرة الأخرى. في الأساس يبدو صيدها بهذا النحو. تفتح فكيها وتسبح بأقصى ما تستطيع نحو مجموعة من الأسماك، وتأكل كل تلك الأسماك التي كانت بطيئة ولم تبتعد. كما أن القرش المحيطي الأبيض ماهر أيضاً في الصيد الأكثر احترافاً. يساعده في ذلك حاسة الشم المذهلة كالكلب البوليسي. إذا تحطمت سفينة في مكان ما، فإن هذا القرش سيكون هناك أولاً. بعض القروش قاسية لدرجة أنها تستطيع العيش في فوهة بركان نشط. ألا تصدق ذلك؟ ألقي نظرة بنفسك. أسماك قرش تعيش في بركان. فوهة البركان النشط كافاتشي خطيرة للغاية، لكنها في نفس الوقت مكان مثير للاهتمام للعلماء الذين يريدون بشدة دراستها بشكل منفصل. منذ أول ثوران في عام 1939 ارتفع البركان وهبط فوق سطح البحر 8 مرات. خلال ثوران عام 2003 تشكلت جزيرة بعرض 15 متراً لكنها اختفت. الآن تخيل هذا، فريق من الباحثين يصل إلى الموقع ويقوم بإعداد معدات خاصة يمكنها تحمل درجات الحرارة تحت الماء. يقوم بخفض الكاميرا والتي تبقى على عمق 45 متراً لمدة أقل من ساعة، ويرون أسماك قرش حية وحقيقية. مخلوقات البحر الكبيرة تسبح ولا تقلق بشأن أي شيء. لا يزعجها ارتفاع درجة الحرارة ولا تهتم حتى بحموضة هذه البيئة. أنا لا أتحدث حتى عن ثوران بركاني. ماذا يحدث لسكان ما تحت الماء بهذه المرحلة؟ لا يزال العلماء غير قادرين على إعطاء إجابة مؤكدة. أحدهم مقتنع بأن التجديد المذهل للأسماك هو السبب. يقولون إن هذه البيئة تأكلها، لكنها تتعافى بسرعة وتجد أنها في حلقة مفرغة. يعتقد الآخرون أن الأسماك كانت موجودة تماماً بالصدفة، لكنها تكيفت بطريقة ما وبدأت تعيش وتتطور، بل إنها تنتج ذرية. يمكن للناس أن يجدوا كل شيء في عالمنا، أليس كذلك؟ اضغط على الإعجاب إذا لم تعتقد بأنه أي مخلوق يمكنه العيش في هذه الظروف. وإذا كنت تعتقد أن الأسماك المعاصرين أصيبوا بالجنون، فأنت لا تعرف مدى خطورة وغرابة أسماك القرش القديمة. أقترح أن نتحدث عنها. بداية سنتحدث عن كريتاكسورينا، أو كما يطلق عليها أيضاً قرش جينسو. بالمناسبة الاسم الثاني أطلقه أحد العلماء بعد ظهور الماركة الشهيرة للسكاكين في الولايات المتحدة. لماذا كان للعالم هذا الارتباط؟ سنعرف الآن. سكن الجنس كوكبنا منذ حوالي 80 إلى 90 مليون سنة، ولم يكن مقتصراً على أماكن مائية محددة، وكان يوجد في أي وقت أو مكان. أكثر ما يلفت النظر هو حجمه، فقد وصل طوله إلى 7 أمتار ووزنه تقريباً طن. لكن يجب أن تعترف بأن الحجم وحده لن يكون كافياً، فقد كان مفترساً شديد الخطورة. ساعدته أسنانه التي طولها 7 سنتيمترات، وكان فكه منشاراً حقيقياً قادراً على قطع كل شيء يصادفه كالعظام أو جلد سميك أو حتى الصدف والدروع. هذا العملاق القديم لم يهتم. ماذا نقول إذا كان بإمكانه أكل حتى الديناصور؟ لكن نظامه الغذائي لم يكن مثل هذه المخلوقات الكبيرة، حيث كان يحب ابتلاع الفريسة. فقط إذا أغضبها أحد أو إذا كانت شائعة جداً، فإن هذا الوحش سيهاجم حتى لو مخلوقاً أكبر منه. مثلاً تم العثور على علامات عضها على عظام الموساسور وأصداف السلاحف وحتى زعنفة إلاسموسور، وهي بليزيسورس عملاق. بالرغم من وجود آثار لأسنانه على أجسام الحيوانات المفترسة الكبيرة، إلا أنه انقرض القرش على وجه التحديد بسبب هذه المخلوقات الكبيرة جداً. هيبوتس. عثر على آثار ضيفنا التالي عام 1845 في إنجلترا.
ثم علمت البشرية أنه في مكان ما قبل 66 أو حتى 270 مليون سنة عاش هناك سمكة قرش تدعى هيبيدوس. إن تمييزه عن الباقي أمر بسيط وفي نفس الوقت صعب بعض الشيء. كان لهذه المخلوقات قرون خاصة بها والتي كانت مرئية بوضوح في أي ماء. في نفس الوقت يعرف التاريخ أكثر من 60 نوعاً من هذا القرش. لكن ما هي قوة هيبيدوس؟ ما الذي سمح له باحتلال مكانة معينة في مثل هذه الظروف الصعبة؟ إذا طرحنا هذا السؤال على القرش لكان قد قال رب 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 رب، والتي تعني في الترجمة باللغة الأسماك القديمة سري هو البساطة والوضوح. بينما كان الآخرون يحاولون اكتساب حجم ويصبحون أخطر الحيوانات، كان يختبئ في القاع ولم يكن في عجلة من أمره للاشتباك مع أحد. ببساطة لم يحتاج، كان يتغذى على الأسماك الصغيرة والمخلوقات البطيئة. سمح الاستقرار والعمل للقرش بالبقاء من العصر الترياسي إلى العصر الطباشيري في جميع بحار الكوكب تقريباً. ومع ذلك عندما يأتي وقت المعارك فإن هذا المثقف يخرج ما كان في جعبته. وأتحدث عن الزعنفة الظهرية، والحيلة هي أن هيبيدوس لديه عمود فقري حاد ومخفي، ويمكن أن ينتشر ويغرز داخل حلق خصمه أو في أي مكان آخر. بالنسبة للقرون التي ذكرتها في البداية فإن الغرض منها ما زال مجهولاً، لكن هناك رأي بأنه يحتاجها للدفاع عن النفس. هيليكابريون، يبدو أن القرش التالي في حلقتنا كان من معجبين مضغ التبغ وغيره من الأشياء السيئة. بعيداً عن المزاح، كل هذه الأشياء لن تحافظ على شفتيك تماماً بنفس الطريقة التي لم يسلم بها القرش. عاش هذا القرش منذ وقت طويل، أكثر من 250 مليون سنة لنكون دقيقين. يعتقد العلماء أن طوله يمكن أن يصل إلى 12 متراً، وكان أحد أكثر ممثلي العالم تحت الماء شراسة وقوة. ولكن كما فهمت بالفعل، فإن الحيلة هنا ليست في حجم وحش الأعماق هذا، فإن القوة الرئيسية له في الفكين. لفترة طويلة كان معروفاً بشكل عام فقط بواسطة اللوالب السنية. تم التعرف على أسنان القرش في الحفريات، ومع ذلك اتضح أنه فهم كيفية دمج هذا الشيء في تصميم الكائن الحي ليس أسهل من بناء سيارة من الصفر. أعني ذلك، لقد رأى الناس مثل هذه السمكة ومثل هذه وحتى هذه. اختر أي شكل يعجبك، بالرغم من أن أشكال الفك الغريبة للأسماك الغضروفية بشكل عام لا تزال في ترتيب الأشياء اليوم. فلنتذكر على الأقل على سبيل المثال سمكة المنشار. وحتى إذا وضعنا جانباً حقيقة أن الفكين يمكن أن يكونا في أي مكان، فهل لدى أي منكم أي فكرة عن كيفية استخدامهما؟ هل كانت متحركة؟ هل ثبتوا في مكان واحد أم كانوا يعملون كمنشار دائري؟ لليوم لا يمكن للعلماء تقديم إجابة مؤكدة على كل هذه الأسئلة، ويتركون مساحة للخيال. فلماذا لا تشاركنا رأيك في هذا في التعليقات؟ ميغالودون، هذا المفترس كما يبدو لي لا يحتاج إلى أي مقدمة على الإطلاق. يقرأ الناس الكتب حيث يظهر اسمه، ويشاهدون الأفلام حيث يزعج الجميع وكل شيء في طريقه، أو يشاهدون حلقات قناة اليوتيوب هذه. هذا العملاق الذي انقرض منذ حوالي 2.5 مليون سنة كان ببساطة شاذاً من حيث الحجم، وشغل مكاناً بيئياً فريداً، ولهذا كان سلوكه مختلفاً بشكل كبير عن سلوك أي حيوان مفترس آخر. بالمناسبة، بالرغم من حقيقة أن أسماك القرش الضخمة تبدو لنا كبيرة ومتعطشة للدماء، إلا أن هذا الوحش كان له الكثير من القواسم المشتركة مع الحيتان. أولاً، كان من ذوات الدم الحار، أي يمكنه الحفاظ على حرارة ثابتة على عكس أسماك القرش الحالية. ثانياً، تحرك بنفس السرعة التي تتحرك بها الحيتان اليوم، وكان يتميز بانخفاض القدرة على التحمل وبطء عملية التمثيل الغذائي. يقول الجميع دائماً كان الميغالودون كبيراً، لقد كان شاذاً عملاقاً، لكن لم يتم إعطاء أرقام محددة. حسناً، يمكن أن يصل طوله ل 15 متراً ويزن أكثر من 40 طن. كانت قوة تأثيره قوية جداً، لدرجة أن هذا العملاق يمكن أن يخترق التجويف الصدري للحوتيات. قرش آكل للحيتان، ما الذي يكون ملحمياً أكثر؟ بالطبع بوجود هذا المفترس في التاريخ، يريد الجميع أن يعتقد أنه موجود في أعماق المحيط حتى يومنا هذا. يعتقد الكثير أن القرش ما زال يختبئ تحت الماء في مكان ما في قاع المحيطات ويتغذى على الأسماك الصغيرة. لكن أولئك الحالمين لا يأخذون في الاعتبار حقيقة واحدة بسيطة، أنه بسبب نقص الطعام انقرض الميغالودون. لا يستطيع هذا القرش الضخم أن يأكل فقط الأسماك الصغيرة، لأنها ببساطة لا تكفي للعيش. غالباً ما كان يضطر لصيد الحيوانات الكبيرة، وهو بالضبط ما تتطلبه طبيعة هذه القدرات العظيمة والقوة المذهلة.
وهذا لا يعني حتى تغيير مستويات الأكسجين في الهواء. سابقاً كان أعلى مما تسبب في نمو الحيوانات والنباتات إلى حجم لا يصدق. اليوم ليس هذا هو الحال، ومن المستحيل جسدياً على ميغالودون استعادة مجده السابق. ستافاكانتوس، ربما لاحظت منذ ملايين السنين أن مسألة الجماليات واللون وأشياء من هذا القبيل لم تكن ذات أهمية كبيرة للأسماك، ومع ذلك كان هناك واحد منها برز على الخلفية العامة. لقد كان مثالاً حقيقياً لما سيحدث إذا لم تستمع إلى كبار السن. كان هذا الكائن نفسه سمكة صغيرة نسبية في تلك الأوقات، يمكن أن يتراوح طولها من 70 سنتيمتراً إلى مترين. لم يسمح مثل هذا الحجم بالتباهي في قمة السلسلة الغذائية، ولكن لم يكن عليها أن تخاف من الجميع. يتكون نظامها الغذائي من الأسماك الصغيرة والرخويات وربما الكائنات القاعية مثل ثلاثية الفصوص والقشريات، ومع ذلك كان لها أيضاً شيء يجعلها تبرز. أتحدث طبعاً عن الزعنفة الظهرية غير العادية. نظراً لوجود مثل هذا الجزء العلوي العريض والسميك قليلاً، بدأ وكأنه سندان أو طاولة كي. بسبب ما يطلق عليه في الأوساط العلمية اسم ستيثيكانتوس، هو حقاً طاولة الكي. على السطح المستوي للزعنفة كان هناك العديد من القشور الخشنة، والتي كانت أيضاً على رأسها. لقد ساعدتها في الدفاع عن نفسها وحتى في تمويه نفسها. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات أي سمكة قرش أثرت فيك أكثر. شكراً للمشاهدة، وراكم لاحقاً.